بأخبار وتفاصيل النادي الأهلي، الأهلي عنده مباراة مهمة جدا أمام الهلال السوداني. وخليني أقول لكم إنه المنتظر في هذا اللقاء هو مكسب النادي الأهلي. الأهلي هيلعب إمتى يا جماعة؟ الأهلي هيلعب يوم الحد إن شاء الله بإذن الله، اللي إحنا بقينا فيه يعتبر يعني، بس بدأنا فيه يعني، عشان بس الناس تقول لك متزعلوش. فالنهارده اللقاء هيبقى الساعة 10 مساء يعني. اللي بتمنى ان انا اشوفه في اداء النادي الاهلي اليوم هي الشراسه. عايز اشوف الاهلي ابو انياب. الاهلي اللي بيطلع نار من بقه. الاهلي اللي بيكسب اي حد. والاهلي اللي هيكسب اي حد ان شاء الله باذن الله في البطوله ديت، والاهلي اللي ان شاء الله باذن الله لازم يكسر فيها الدنيا يعني. احنا متفقين انه قيمه النادي الاهلي بتيجي من مش بس من التاريخ ومش بس من دولاب البطولات، بيجي من رغبة اللعيبة دايما طول الوقت على إحراز المكسب في أي ماتش أنت بتعمله، وجاية برضو من حتة أن جمهور النادي الأهلي جمهور متطلب، جمهور طماع، جمهور عايز كل شوية بطولة. فالأهلي محتاج طبعا في اللقاء ده أن هو يعبر عن نفسه بغض النظر عن تقول لي يكفي كذا أو يكفي كذا، لا الأهلي محتاج يظهر بالشخصية القوية العنيفة اللي فيها شراسة، اللي فيها تسجيل، اللي فيها كل ده مطلوب. أتمنى إن شاء الله بإذن الله، وعندي إحساس إن النادي الأهلي هيلعب ماتش حلو إن شاء الله بإذن الله قدام الهلال. اتفرج على ماتش الأهلي، ونطلع لحضراتكم طبعا على الهواء مباشرة زي ما متعودين معانا كده في رمضان، دايما تبقى السهرة معانا كده في المستكوتي الساعة 1 بالليل. خلصت بقى إيه تراويحك، اتفرجت لك على مسلسلية ولا حاجة، تمام، عايز تيجي تتفرج على كورة، عظيم. مش عايز، احنا موجودين برضو، مش هتسيبك، نطلع لك على اليوتيوب، هنطلع لك في اي حتة يعني. خليني اقول لكم القائمة بتاعت النادي الاهلي لمباراته امام الهلال، تظهر لحضراتكم على الشاشة. حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع متولي وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد. خط الوسط حمدي فتحي، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، قفشه، محمد محمود، طاهر، لويس ميكيسوني، احمد عبد القادر، حسام حسن في خط الهجوم، ومعاه محمد شريف وبرسيتاو.